نيفين نكشيلها اكثر من هيك نكشيلها. حاضر عنستي اوتي. هلا هي الموضه اللي بيحكوا عنها البنات يا عمي، انا بناتي بالبيت بيصرعوني فيها صرع. عمي ابو علاء انو موضه انو موضه هي؟ عم نحاول نرجع قد ما بنقدر لكوكب. كرمال الله بشعوني كثير مشان بس يشوفني ينصرع دغري ويهرب. لا تاكلي هم ما بدك شغلات كثير لتتبشعي. لسانك. ابو علاء؟ نعم. شو رايك؟ اذا شفت هيك شوفي تتجوزها؟ كل البنات خير وبركة يا بنتي، بعدين شو اتجوز ما اتجوز؟ عندي ام علاء بالدنيا كلها. الله يرحمك يا ام علاء. عمي ابو علاء نحن قصدنا يعني انت كرجل اذا شفت وحده مثل كوكب تعجب فيها؟ حلوه يعني ولا لا؟ حلوه حلوه لك بنتي الله يستر عليها. حلوه؟ شلون حلوه هي؟ اي والله بتقسي. يعني فيني الجمال جمال الروح مش شكل. خلص بقى سكروا على السيرة. اف يا شو بتلعوا؟ حاضر انا استهاني قصدي توتي. شو حلو بشع؟ لا لسه ناقصك شغله كثير مهمه. شو ناقص؟ شو هاد شو هاد؟ كاس. لا لا تحطي لي كاس. لا حطي لها حطي لها. اول مره بتفتحي مخك لي. لا 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 بدك ايش ريحتك حلوه كاس. الحقيني ماشي يعني زي. ما تلحق كبريتها بس. يا صباح الفل يا صباح العسل يا أرض احفظي ما عليكي. يا أمي ليك عزوز لا كتير تنبرع كتير مبينة إني كوكب. يخرب بيت قلبك ناقصك بشاعة أنت ليش هيك عامله بحالي؟ أحسن شعراتك لبس أحسنين أحسن. يلا توتيع ما ودي روحي أنت لحالك أصلاً أصلاً تعكر نهاري كله. أبا توتي كأنه في ريحة غاز ما؟ إيه طالع منك كيف يا؟ خرب بيتك وليه؟ وليك ليش عامل هيك بحالك؟ هي بشعت حالي مشان نكرهني ابو رامي معلم. ممتاز رحي رحي رحي. لحظة شو الريحة؟ هي نيفين حطيت لي كاز على شعري مشان اطفش ابو رامي من الريحة. رحي رحي. الله لا يوفقك يا ابو رامي. شو عملت فينا؟ جازي حالك طلع من البحر. يلا 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 جازي حالك. أبو رامي أهلا وسهلا. أهلي ما شاء الله على جمالك وحلاكي. أهلي ما شاء الله على هالعيون. ما نكشى من ريحة شيء. أنا بالعادة بحط كاز شم. أنا من لما بشوفك ما بشم غير ريحة الفل والياسمين. أنا طلبت إيدك من المعلم شفي وموافقة ولك خجلي خجلي قد ما بدك. أنا بحبك تخجلي. أنا حاسس فيكي والسكوت علامة الرضا. لا 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 سكوت مو علامة الرضا. ولك تقلي علي قد ما بدك. أنا بحبك تتقلي. أنا طالع على غرفتي بدي رتب شوية شغلات مشان العرس. إيه؟